لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، بعد هذه التطوافة التي طالت نسبيا حول فضائل الإخلاص وميادينه، نأتي لبيت القصيد: ما الإخلاص وكيف نحققه في أعمالنا؟ وهذا هو الجانب العملي في هذه اللقاءات وتلك الدروس. فأنبه، وقد سبق هذا التنبيه، إلى خطورة هذا العنصر وأهميته، بل وتلك اللقاءات عموما، إذ هي بمثابة الأصل والأساس الذي ينبني عليه كل ما يأتي بعد ذلك من عبادة قلبية أو عبادة من عبادات الجوارح، عبادة بين العبد وربه أو بين العبد وبين الناس، بل انتساب العبد للإسلام إنما يبنى على هذه العبادة، عبادة الإخلاص. فلا تستكثر مثل هذه الكلمات واللقاءات. وسنتكلم عن عنصرين حسب ما يتسع الوقت بإذن الله تعالى. العنصر الأول: ما الإخلاص وما تعريفه؟ والعنصر الثاني: كيف نحققه وما درجات المكلفين فيه؟ أما العنصر الأول فيجيبنا عنه الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: وقد تنوعت عباراتهم في الإخلاص والصدق، والقصد واحد، يعني في الفرق بين الاثنين. فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، إفراد القصد سبحانه، إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، أن يفرد الله عز وجل حين يفعل الطاعة لا يريد غير وجه الله سبحانه وتعالى. وقيل: هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، يعني لا يطلب ثناء ولا مدحا منهم ولا شيئا، وإنما لا يلاحظ بعمله إلا مرضات الله عز وجل، ولا يطلب سوى رضاه. وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، كأنه ينظر بقلبه إلى ربه، كأنه يعبد الله كأنه يراه، كأنه لا يرى المخلوقين، لا يشغله ما يقوله الناس عنه، لا يشغله مدحهم ولا ذمهم، إنما يبتغي بعمله وجه الله، لا يريد ثناء الناس لكونه قد التزم أو فعل من الخير ما فعل، ولا يبتغي عطاياهم ولا شيئا من ذلك، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. إذن لو أنك تعمل عملا من الأعمال الصالحة ولم يرك أحد، هذا لا يشغلك، لأن الله عز وجل رأيك. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. فهو سبحانه وتعالى يبصرك، يراك. إذن لا يشغلك أن الناس لم يروك، أو أن الناس رأوك، لا قدر لهم في قلبك. ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه، لا ينتظر جزاء من أحد. قال صاحب المنازل: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، يعني من كل شائبة، أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس. ثم يضرب أمثلة فيقول: إما طلب التزين في قلوب الخلق، يعني هو بعض الناس ربما يفعل الطاعة يريد المنزلة والمكان في قلوب الناس، هذا ليس بمخلص، أو طلب مدحهم، يفعل الطاعة كي يمدحوه، أو الهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها
هو إرادة ما سوى الله بعمله، إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. وهذا الذي سندندن حوله في هذا اللقاء، هذه المسائل والإشارات التي ذكرها: طلب التزين في قلوب الخلق، طلب المدح، الهرب من الذنب، طلب التعظيم، طلب الأموال والخدمة والمحبة وقضاء الحوائج. هذا سنذكره بالتفصيل بإذن الله تعالى بعد التعريفات. الإخلاص أيضا من التعريف التي وردت فيه: التوقي من ملاحظة الخلق، والصدق التنقي من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وقيل أيضا الإخلاص كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله: أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس، ولا توقيرا، ولا جلب نفع ديني، ولا دفع ضرر دنيوي. أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس، ولا توقيرا، ولا جلب نفع ديني، ولا دفع ضرر دنيوي. لو أنك حاولت تنزل أو تنزل هذه التعريفات على الواقع، ربما رأيت بعض الناس يتصدق مثلا، يريد ثناء الناس ومدحهم، أو يهرب بذلك من ذمهم لأنه إن لم يفعل قالوا بخيل. بعض الناس مثلا يؤدي فريضة الحج حتى يلقاه الناس بالألقاب المعروفة، وإن لم يخاطبه أحد بذلك يحزن، بل وربما يعاتبه على ذلك. فهذه كلها من القوادح في هذه العبادة. قال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله، وهو يستنبط لطيفة في قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إيه علاقة الآية دي بالإخلاص؟ لبنا سائغا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال: حقيقة الإخلاص سلامته اللي هو العمل يعني من وصفين: الرياء والهوى، ليكون خالصا كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن. أن يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا من وصفين، سالما من وصفين: الرياء طلب رؤية الناس، يعني أن يفعل العمل يراه الناس فيمدحه الناس، والهوى أن يفعل العمل لإشباع رغبة في نفسه كمدح الناس وتعظيم الناس وقضاء حوائجهم ونحو ذلك. فهو لا يفعله لوجه الله، وإنما يفعله لهوى نفسه. فلابد أن يتخلص العمل ويسلم من هذين الوصفين: الرياء والهوى، فيكون مخلصا. يقول: ليكون خالصا كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن، فكان بذلك تمام النعمة علينا. فقال: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إيه الفرث؟ ما يكون في أمعاء أو في باطن الحيوان، مميز بماذا؟ الرائحة المنتنة، تمام؟ والدم مميز بماذا؟ باللون. اللبن بياض بدون رائحة. فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرث أو دم لم يكن خالصا، ولم تتم به النعمة علينا، ولم تقبله نفوسنا. خيل كده، لو وجدت في اللبن شيئا من رائحة الفرث لا تستسيغه، لو وجدت فيه شيئا من لون الدم أيضا لا تستسيغه. فالله عز وجل خلص لك اللبن وصفاه لك حتى يكون خالصا من الفرث والدم. يقول: فكذلك معاملتنا لله عز وجل إذا شابها رياء بخلق أو هوى من شهوة نفس ولم تكن خالصة، لم يتم بها الصدق والأدب في المعاملة، ولم يقبلها الله تعالى منا. إذن الذي خلص لك اللبن من هذه الأوصاف وجعله سائغا، جعله خالصا سائغا للشاربين، خلص له عملك. وضحت الرسالة؟ الذي خلص لك اللبن وجعله سائغا للشاربين، خلص له أعمالك، اجعلها له وحده. إذن الإخلاص تصفية الأقوال والأعمال من كل شوائب إرادات النفس ورغباتها. الإخلاص تصفية الأقوال والأعمال من كل شوائب إرادات النفس ورغباتها. والمقصود بالنفس هنا النفس الأمارة،
النفس الجاهلة، النفس الظالمة التي تتطلع إلى غايات حقيرة بسبب جهلها وظلمها، تتطلع إلى غايات زائلة وإرادات فاسدة. فالإخلاص تصفية الأقوال والأعمال من كل شوائب إرادات النفس، فضلا عن أن تكون إرادات النفس هي المحرك الرئيسي للعبد، يعني هو أن يكون العمل أصلا ابتداء هو لم يفعله لوجه الله أو فعله لوجه الله ولغيره. واضح كده؟ هذه درجة أحط. لكن نحن نتكلم عن إنسان يعمل العمل لله ولكن يخالطه شيء من إرادات النفس، فالإخلاص تخليص العمل من إرادات النفس، فضلا عن أن تكون إرادات النفس هي المحرك الرئيسي للعبد، كأن يكون في العمل خلطة بين إرادة وجه الله ورجاء لقائه من جهة وإرادات النفس من جهة أخرى. فأما ما كان لشهوات النفس ورغباتها فهذا عمل حابط أصلا، لأن الإخلاص تصفية الأقوال والأعمال من كل إرادات النفس. نضرب أمثلة إخواني أو نفصل في هذا التعريف الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، تصفية العمل من إرادات النفس ورغباتها، مثل طلب التزين في قلوب الخلق. طلب التزين، ما معنى طلب التزين؟ أن تصير وتكون له إيه؟ منزلة، أن تكون له منزلة عند الناس كي يصبح عندهم ذا قيمة، ذا صورة حسنة، له قدر، يمدح ويثنى عليه، يذكر بأنواع الخير، يظن به الخير. طلب التزين في قلوب الخلق يستتبعه طلب المدح، هو أصلا يعمل العمل الصالح كي يمدحه الناس، كي يثني الناس عليه، وبالتالي لا تتعجب إذا طلب منهم المدح بعد ذلك. أيضا الهرب من الذم، وهذه عامة إرادات النفوس الجاهلة الشيطانية من نفوس المتطلعين إلى العلو. فمن المتطلعين إلى العلو من يريد العلو والفساد، ومنهم من يريد العلو بلا فساد، وهذا أخشى ما يخشى على الصالحين، يطلب الدنيا بالدين، في حين أن أهل الدنيا يطلبون الدنيا، في حين أهل الدنيا يعني يطلبون المكان في قلوب الخلق بالدنيا كالملوك والكبراء والأغنياء وأصحاب الجاه، كل همهم أن يتحدث الناس عنه. هؤلاء أصحاب الدنيا كل همهم أن يشار إليهم بالبنان، أن ينظر الناس إليهم إذا ساروا، وأن يقوموا لهم إذا حضروا، وإذا نظر إليهم كان هذا غاية مناهم، كما قال الله عز وجل عن فرعون: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وإيه هذه الأنهار تجري من تحت، كمل بقى هي دي، أفلا يعني أفلا تبصرون. طب ودي محتاجة حد يشوفها، يعني ما هو ملك وليه الملك والأنهار بتجري، الناس شايفة ولا مش شايفة؟ لما اللي بيقولهم أفلا تبصرون يعني بالضبط، عايز المكانة والوجاهة، عايز الناس تقول احنا شايفين، وعايز الناس تسبح بحمده والعياذ بالله. فهذا هو يريد أن يبصره، لأنه يشعر أنه غير مبصرين لملكه، وأنه تجري الأنهار من تحته، وأنه هو الذي يأمر وينهى في مصر كلها. ولو نظرت إلى حب التنافس على الدنيا في قلب أبي جهل وأمثاله من كبراء قريش لعلمت أن الأمر كان عندهم من أجل أن بني هاشم يقولون فينا نبي. هو بنو هاشم هم وبنو هاشم تنافسوا، قالوا فينا الحجابة، فقالوا فينا السقاية، فينا كذا فينا كذا، حتى إذا كنا كفار سيرهان يعني إيه متساوين، قالوا فينا نبي. قال أبو جهل: وأنا لنا بذلك؟ هو ينفع هما كمان يقولوا فينا نبي؟ مش تنفع. طب إيه الحل؟ والله لا نتبعه أبدا. هم يقولوا فينا نبي، طب احنا مش هنتبعه. طب انت كده بتهلك نفسك، ما هو مش عايز يتبعه عشان مش عايزهم هم يبقوا ايه اعلى. خلاص، يبقى الموضوع مش موضوع ان هو كذاب، لا هو عارف انه صادق بس مش هيتبعه عشان المكانة بتاعتهم مت ايه بالضبط. بل كان سبب كفر ابي طالب ايضا مراعاة كلام الناس، حينما قال هو على ملة عبد المطلب، لما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى. فلماذا؟ لأنه راعى خاطر أبي جهل وأمثاله، حتى قال هو على ملة عبد المطلب حتى لا يتكلم الناس عنه بأنه خالف دين أبائه عند الموت.
وأهل الدنيا يحبون أن يمدحوا بأن هذا ملك وهذا رئيس وهذا وزير وهذا غني، فلان يلبس الثياب الفلانية ماركة كذا، بل فلان معه محمول من ماركة كذا، ويركب سيارة من ماركة كذا وهكذا، بل حتى الأحذية، بل بعضهم ربما يحاول إظهار ذلك للناس حتى إيه؟ حتى يمدح. يعني هو عايز يبين الناس اللي أنا لابسه ده، خدوا بالكم ده ماركة كذا مش حاجة رخيصة، عشان بس يدلوا الإيه؟ مش تحصل فعلا. هو يريد المكانة والوجاهة، يريد مدح الناس، لا يريد أن يذمه أحد. أما أهل الدين فقد يغطي هذا المرض أو يغطى هذا المرض عندهم بدوافع الدين وبما يمتدح به أهل الدين، فيقولون فلان عالم، فلان زاهد، فلان داعية، فلان مجاهد، فلان كريم، فلان جواد ومحسن وغير ذلك. وفي الحديث إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. شوف شرف العمل وقدر العمل، وشوف البذل والتعب اللي بوذل لأجل الوصول لهذه الدرجة، ومع ذلك يؤتى يوم القيامة به فيعرفه الله عز وجل نعمة فيعرفها، يقول له ماذا عملت فيها؟ يقول قاتلت فيك. هنا بيأكد على قضية إيه؟ الإخلاص أهو، وهو مرائي كذا المريب أن يقول خذوني، هو عارف اللي على رأسه بطحة إذا بيقوله، فهو بقى خايف من دي، زي المنافقين لما يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوا لأصحابه يقعدوا يحلفوا ويقسموا الأقسام الإيه؟ المغلظة، لأنهم عارفين إن اللي قدامهم إيه؟ مش مصدقهم، تمام كده؟ فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول الله له كذبت، لكنك قاتلت لأن يقال جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل تعلم العلم، شو بقى المدد اللي أنفقها والزمن والوقت والجهد عشان يتعلم العلم حتى يصبح عالما. تعلمت العلم وعلمته، نفس الكلام، يعرف بنعمه فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، لكنك تعلمت العلم ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. شو برضو الإيه؟ فيقول الله له كذبت، لكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، كما عند مسلم. هذا الحديث كان أبو هريرة لا يتمالك نفسه إذا قرأه، بل يخر على وجهه من شدة الخوف والفزع من أن يكون من هؤلاء. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، ومع ذلك يخاف على نفسه. ألا نخاف نحن على أنفسنا؟ أنا بتعجب من الواحد اللي حاطط في بطنه بطيخة صيفي دي ومفكر نفسه من المخلصين، بل من سادات المخلصين، وعد خلاص ده ما يفكرش أصلا أنه يكون من المرائين. ده معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سمع هذا الحديث بكى، وقرأ قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء السادة يخافون على أنفسهم، فماذا يفعلوا أو ماذا نفعل أنا وأنت؟ مشكلة كبيرة والله أن يأمن الإنسان على إيمانه، هذا أول المرض وأول الخلل، إنه يبقى مش شايف نفسه مش محتاج إخلاص، أو مش هقول كده، شايف إن إخلاصه كده تمام، مش محتاج يجاهد نفسه فيه، مش محتاج يتعلمه، مش محتاج يسمع درس ولا يقرأ كتاب، ليه؟ ما أنا كده تمام، أنا كده مخلص. هذا أول الخلل، ألا يرى المرض. ولذلك من آتاه الله حظا من العلم أو القرآن ثم لم يخش أن يكون من هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار فهو مغرور. الإنسان اللي يؤتى حظ من العلم أو من القرآن ولا يخاف أن يكون من هؤلاء الثلاثة هذا غرور، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع شدة اجتهادهم في العبادة يخافون. ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه النفاق، مش الرياء، ده الإيه؟
لو نادى مناد من السماء كلكم يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا هو عمر بن الخطاب. بل عمر يذهب إلى حذيفة يقول له هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ ده عمر مبشر بالجنة يبحث عن اسمه في سجل المنافقين. طب مين مننا فتش عن اسمه في سجل المنافقين؟ أعني في أوصافهم التي وردت في الكتاب والسنة. من يشغل نفسه بذلك؟ هذا يدلك على قدر الخلل الموجود فينا، ونحن نظن أننا نحسن سمعة، وتلك هي المشكلة. وهذا سيتضح أكثر بإذن الله حين نتكلم عن درجات الإخلاص وكيفية تحقيق الإخلاص. من شوائب أيضا إرادات النفس طلب التعظيم بين الناس، وهذا ضمن التزين أو أحد علاماته، أن يطلب أن يعظموه صراحة أو تورية، كمن يأمر الناس مثلا إذا حضر أن يقوموا له. في ناس كده وفي مدرسين كده ما ينفعش يدخلوا الناس قاعدة، لازم كله يقف، مدير مثلا أو شيء، تمام؟ أو لا يطلبه ولكن يفعلونه فيسره ذلك، أو ممكن من طرف خفي يخلي واحد يقول لهم لما يجي فلان قوموا، تمام؟ أو يقومون فلا ينهاهم، تمام؟ فواحد يكلمه لك خليهم يا عم يقوموا عشان كل واحد ليه قدره، ايه يعني ما عملوش حاجة غلط، أو ينهاهم ولكن ليس نهيا صادقا، يعني هو بيقولها كده من باب ايه؟ التواضع، يعني ان انا انسان متواضع، ما بتقوموا ليه خليكوا قاعدين، هو من جواه ايه؟ هو عايزهم يقوم، تمام؟ وفي الحديث من أحب أن يتمثل الرجال له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، صحاب الشيخ الألباني. ركز بقى على كلمة من إيه؟ أحب، تمام؟ من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكذا إن طلب تعظيمهم لنفسه إذا خاطبهم أو خاطبوه، ما يكلم مع الناس عايز الناس تكلمه بطريقة معينة، يعني ما يسقطش الإيه؟ الألقاب أو الكلفة. ولو واحد عملها يقول له انت مش واخد بالك انت بتكلم مين، انت ازاي بتكلمني كده. وحصلت ومرات، يعني بعض الإخوة الأطباء بيذكر لي يعني بعض المؤاخذات على فلان هذا من الدعاء، قال لي انا بنفسي واحنا بنصمم الإعلان ليه يعني جت غلطة فكتبنا مثلا فلان كذا، فلنا بيتصل وانتم ما كتبتوش فضيلة الشيخ ليه؟ شفت المصيبة؟ طب هو انت شايف نفسك فضيلة الشيخ؟ فضلا ان انت تأمر الناس ان ما يسقطوش الالفاظ والالقاب، تمام كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يناديه بعض الناس يا محمد، هو كان يبقى رده ايه؟ خلاص يرد لبيك. هل انت شفته مرة قال لواحد انت ازاي بتقول لي كده؟ الصحابة مثلا كان بينهم طريق التنادي فيما بينهم، كانوا بينادوا بعض ازاي؟ بالأسماء، صح كده؟ مفيش واحد مرة قال واحد انت ما لازم تحفظ الألقاب والمنزلة، انت ازاي بتتكلم كده؟ يجي مثلا يرجع مثلا من الحج فما قالوش الحمد لله على السلامة يا حج، يبقى ايه؟ يزعل في نفسه، حتى لو هو ما اظهرش كده، فضلا بقى ان هو يطلب دي ويتكلم فيها، هو احنا صرفنا كل ده والبهدلة دي وكمان انت مش تشوفش. في ناس كده ما تستغربش، ده مرض العظمة، جنون العظمة موجود عند بعض الناس، في حدود، هو عايز الناس تخاطبه بطريقة معينة، انت مش عارف انت بتكلم مين، وممكن يطلب هذا بطريق خفي، يريد ان يعامله الناس على انه كبير، ان هو فوقهم، ان هو مش زيهم، وده موجود كتير في الملتزمين. لو واحد مثلا من الاخوة شد عليه شوية بيحتمله، لو واحد عمي يبقى ايه الرد؟ جاوبه. لو واحد من الاخوة شد عليك بيبقى الامر محتمل، ده ايه؟ زينا زي بعض كده مننا، لكن لو واحد من الشارع مثلا، ولا واحد سواق ميكروباص ولا بتاع وبصلك بصة ولا كلمك كده، لازم أدبه، لازم يعرف ايه. وبنقعد بقى نلبسها بقى ثوب ان خد بالك ده دين وبتاع وحقوق وكده، ده واضح. احنا قلنا حديث سيدنا انس لما الاعرابي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من ردائه، تمام؟ جبذة اثرت في ايه؟
في عنق صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس شافها وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أتاك. النبي عمل إيه؟ التفت وابتسم، يعني شحات وبيطلب بالطريقة دي. ومن مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى في الشارع ماشي واحد شدك من أفك كده قال لك لا يا عم الشيخ هتديه. أنا عارف هتديه صح كده. لازم ناخد بالنا الموضوع خطير. الناقد بصير، احنا أعملنا هتنقد من قبل الله الذي يعلم السر وأخفى. يوم تبلى السرائر، احنا هنا بنتزين لبعض لكن عند ربنا مش هتنفع. وحصل ما في الايه؟ ما في الصدور. عشان كده بقول لك الموضوع محتاج مجاهده فعلا. يريد من الناس ان يعاملوه ليس كسائر الناس، ولو عاملوه كسائر الناس يغضب ولا يحتمل ولا يستسغ هذا الامر. من شوائب ارادات النفس طلب خدمه الناس، وهذه تكون في اصحاب الهمم الضعيفه المنحطه، ان هو يعمل العمل الصالح عشان الناس تخدمه. والناس يعني في طبيعتها وفطرتها خدمة أهل الدين والطاعة والعلم والجهاد، ويتقربون إلى الله بذلك. ما هم بيتقربوا إلى الله بذلك، بس أنت ما إيه؟ أنت ما تطلبش ده وما تعملش عملك عشان هم إيه؟ يعاملوك بالطريقة دي. لا، أنت تعمل العمل لله، عاملوك كويس عاملوك وحش ده مش هيأثر عليك. لا، ده هو بيعمل العمل عشان الناس تعامله معاملة خاصة، عشان يبقى له مكانة ووجاهة، عشان الناس تخدمه يقضوا حوائجه. ليه؟ عشان هو من أهل الدين، من أهل الالتزام. فإذا حضر بادروا لقضاء حاجته قبل غيره. يبقى واقف مثلا على الفرن، فالراجل اللي يشوفه يقول له إيه؟ لف يا عم الشيخ. تمام كده؟ والطابور طويل قد كده، هو عم الشيخ يلف. ده يعمل إيه في نفوس الناس؟ يسقط قدر التدين والالتزام في قلوبه. لكنه لو قال لا أنا لابد أن أخذ دوري، أنا لا أتقدم على أحد إلا إذا سمحوا أو أذنوا، ده يعمل إيه عندهم؟ هو ده التدين فعلا. تمام؟ في أي حتة بقى ينزل حد عارفه بيعمل إيه؟ يقدمه. ما لقاش بيبقى زعلان. مفيش حد كده من تلاميذنا هنا، مفيش حد كده إيه؟ ده هي خلل. يبقى أنت كده إيه الموضوع بقى؟ أنت متدين ليه؟ ولذلك تجد السلف يشددون في هذا الأمر. كان بعضهم لا يشتري أغراضه من مكان واحد. ليه؟ حتى لا يعرف. ومر مالك بن دينار على رجل يريد شراء شيء من التين، فكان يقايد بنعله، يعني يديله نعل وياخد تين. تمام كده؟ فالرجل شاف النعل كده قديم، رمهوله كده ما يسواش يعني. فلما مر مالك قيل له هذا مالك، انت مش عارف ده فضيلة الشيخ فلان. فتابعه الرجل وعرض عليه التين، فقال مالك لا أبيع الدين بالتين. ان انت هتديني في المرة دي ليه؟ بالدين، عشان عرفت انا مين. تمام كده؟ فهذا يدلك على فهم السلف لهذه القضية. هو مع ان الناس ممكن تكون بتكرمه هي من نفسها، بس هو خايف ان ده يضيع عليه ثواب عمله. شوف، تخيل بقى اللي هو بيعمل العمل الصالح عشان الناس تخدمه، ولو ما خدموش يبقى ايه؟ يبقى زعلان. يبقى ايه الموضوع بقى؟ يطلب ان يخدموه او يقضوا حوائجه لانه من اهل الدين واهل الالتزام. فاذا حضر بادروا لقضاء حاجته قبل غيره. ومثل هذا او مثل هذا فيه امور خفيه وخطيره، والانسان لا ينبغي ان يسره مثل هذا الامر. وان كان يسر من اجل انه يحب ان يعظم الناس اهل الدين، نعم، ولكن هو لا يعمل العمل لخدمة الناس له، ولا يفرح إذا خدمه الناس، بل يخاف على نفسه ويخاف على عمله. وهذا الباب باب فتنة على الكثيرين من الأتباع والمتبوعين. وذلك أن الناس يبالغون أحيانا في التعظيم والمبادرة إلى الخدمة وقضاء الحاجات، مما لو كان الإنسان غير ملتفت إليه فإن النفس تتطلع إليه بعد حين للتعود عليه. كثير من الناس يبدأ أمره بغير قصد، ولكن اعتياده على أمر يجعل الأمر إذا زال عنه شاقا جدا. بمعنى إيه؟ هم عودون هم يقولوا له فضيلة الشيخ، والموضوع استمر على كده. بعد مدة لو الدنيا اتغيرت وكلموه عادي هتبقى إيه؟ لكن لو من البداية هو لهم أنا زيكم، ما حد يناديني يناديني باسمي. تمام كده؟ بلاش التفخيمات والحاجات. أو مثلا ان هو اتعود ان الناس بتنحني عشان تبوس ايده. تمام؟ فهو بينهاهمش عن كده. ممكن يكون في الاول يعني شويه ويشد، بعد كده بقى ايه؟
تمام كده؟ ما هو انت السبب، انت بالموضوع بقى دلوقتي لو هو اتمنع يبقى مش لاقي حد يبوس ايده، مش لاقي حد يقول له فضيله الشيخ، هيبقى الموضوع على نفسه شديد جدا. تمام. كان الصحابه رضي الله عنهم يتعاملون ويتخاطبون بالاسماء ويجعلون الالقاب للامراء امير المؤمنين ونحو ذلك، لكن عمت نداءات الصحابه لبعضهم بالاسماء. اما في زماننا فربما كان البعض لا يحتمل ان يناديه الناس باسمه، بل يجد في حلقه غصه من مثل هذا. وكلما كان الانسان ناظرا الى انه عظيم الحق فهذا من اعظم ما يفسد ارادته ويوصله الى درجه العجب، بل نقول يخفضه الى درجه العجب بالنفس والكبر والعياذ بالله. المؤمن في نفسه متواضع، لا يرى لنفسه حقا، لا يرى انه يحب ان يعامل بطريقه معينه في الناس، لا يلتفت الى مثل هذا، لا ينظر كيف عامله الناس. والبعض الآخر يحب أن يهينه الناس. خد بالك بقى من العكس، احنا ولا عايزين دي ولا عايزين دي، احنا عايزين نبقى عاديين في الناس، ما فيش فرق بيننا وبين الناس. فبعض الناس يقول لك طب يعني انا احب الناس تشتمني وتهني؟ يعني انا مش، احنا مش قصدنا كده، احنا قصدنا ان هو لو اكرمك وعظمك فالتفت أنت وانتبه أنك لا تستحق ذلك. تلاقي الناس بتعظمك وتقدمك، يبقى ما ترجعش على نفسك وتقول أيوة ما عشان أنا عم الشيخ لازم يعملوني كده، لا، بل تعود إلى نفسك وتقول لولا ستر الله علي لضربوني بالنعال، لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجالسني، وغير ذلك من أقوال السلف وأقوال الصحابة كابن مسعود وغيره. ليه؟ هم عارفين قدرهم ايه وعارفين اللي هم فيه ده بفضل الله ورحمته مش باعمالهم. يبقى مطلوب ان الناس تعظم اهل الدين وتحب اهل الدين وترفع اهل الدين وتقضي حوائج اهل الدين وتقدم اهل الدين، لكن انت لو كنت منهم فلا تفرح بذلك، فضلا عن ان تطلب ذلك او ان ترى نفسك اهلا لذلك، لا، بل ترى ان ما هم فيه نحوك انما هو بايه؟ بفضل الله وستره عليك. ولو علموا قبيح فعلك لبصقوا عليك، لو عرفوا، لو اطلعوا كده على بعض الأعمال بتاعتك وبعض الذنوب مش هتعرف تمشي بينهم، لكن هو سترك وهو اللي جعل حبك في قلوبهم. يبقى اما يعاملوك كده يبقى تتواضع لله وتنكسر، مش تتكبر وتتعالى وتتفاخر. وفي نفس الوقت ما نقولش طب يعني مش عايزين دي يبقى نخلي الناس تهن بقى وتشتمنا، لا، مش عايزين دي برضو، دي اللي هي صفة موجودة أو فعل موجود عند المتصوفة، أن بعضهم مثلا يذكر أن أسعد أيام حياته يوم سحبه الرجل خادم المسجد من رجليه وألقاه في مزبلة مثلا، فرحان جدا من أسعد أيام حياته. ليه؟ لأنه هو بقى متواضع وكده ملوش إيه القرف ده. أو أن مثلا أنه نظر إلى فروة كان يلبسها، وديت معروفة في الصوفية، هم اخترعوا لبس الإيه؟ الصوف من باب الإيه؟ التزهد بقى والتواضع يعني. فلبس الفروة دي فاتملت أمل، بقت مليانة أمل، فقعد فرحان جدا من كتر الأمل اللي موجود فيه، يعني أكتر واحد مأمل في وسط الناس، فدي حاجة إيه؟ يبقى أكتر واحد زهدا. دي حاجات موجودة في الصوفية واخدينها من النصارى، انهم كانوا لا يمسون الماء ولا يغتسلون، واكثر واحد يعتق في الموضوع ده يبقى كده عدى الرقم القياسي، خد الايزو، ايوه بجد، يعني هم بيترحموا ويتردوا على الاب فلان عندهم او كذا عشان قاعد مثلا 50 سنه لا يمس الماء، 50 سنه ما يغتسلش، او 60، اللي عدى بقى اكثر يبقى منزلته اعلى. كل الكلام ده مش عندنا، يبقى الانسان مش حابب من جواه القذاره ولا النجس ولا الخبث، ولا يحب ان يهينه الناس، ولكن على مثل ما ذكرنا. من شوائب ارادات النفس طلب الاموال. طب دي موجوده في الملتزمين ولا مش موجوده؟ ازاي يعني؟ شو قلت موجوده؟ وخلاص كده. طلب الاموال كيف؟ أن يلتزم ويجتهد في العمل الصالح كي يحصل ثقة الناس، لأن الناس تثق في مين؟ في الملتزم، في الملتحي. طب الناس مش واثقة فيه وحاسين إن هو مش قد كده، ويعني خايفين يعملوه يغشهم وكده،
عايزين لحية خلاص نلتحم، طالما اللحية هت ايه هتمشي الأمور، واخد بالك؟ وفعلا التحم. فبقى عم الشيخ طبعا، عم الشيخ عمره ما يكذب وعمره ما يغش وعمره كده، فلقى الموضوع كده. طبعا عايزين علامة صلاة بقى، خد بالك، ماشي نعملها. ايوه بجد والله بتكلم جد، تمام كده. طيب يعني هينفع ده وده واكون بدخن مثلا؟ خلاص يبقى في الديره بقى كده مش قدام الناس، تمام كده. يبقى هو بيهرب اهو بالمعصيه، مش عشان موضوع المجاهره، لا ده هو عشان ايه؟ المنزله والمكانه والوجاهه. ما ينفعش يبقى عم الشيخ بيدخن كده، هياثر على النسبه وعلى الربح وبتاعه والكلام ده. فهو بيلتحي مش بنيه اتباع السنه، لا عشان الناس بتثق في مين وبتديله فلوسهم ويقبلوا على الشراء منه. طب الناس بتروح لعم الشيخ ده عشان كل شويه يروح يصلي ويروح الجامع، خلاص نعمل احنا ايه كمان؟ نصلي. يبقى هو مش بيصلي لله، ده بيصلي ايه؟ للناس والعياذ بالله، تمام كده. وبعد كده ممكن بعد ما الناس بقى تثق فيه وكله تمام تمام ياخد الفلوس وايه؟ ويهرب. حصلت ولا ما حصلتش؟ هو كله بيقول حصلت. ليه؟ ياما بتحصل ياما. فانت ما تغترش بالاشكال والمظاهر. هناك من يطلب ذلك بالحلال لكنه يجعل الدين سلما الى ذلك، فيظهر الالتزام لان الناس يتعاملون مع الملتحي ومع المصلي ومع الذي يمسك المصحف اكثر، فيريد ان يكسب من تجارته اكثر فيظهر هذا، او ياتي بمن هذه صفته في تجارته كي يكون اقرب الى قبول الناس، انه يجيب عمال ملتحيين. هو ما جاتش معاه ما عرفش يلتحي، خلاص نجيب لهم ايه؟ خدت بالك؟ عشان الناس برضو ما تيجي تشتري فيلاقي كل ستاف المحل ايه؟ اخوه واخوات منتقبات، تلاقي الايه برضو الاخوه والاخوات كلهم ايه؟ يبقى هو بيشتري الايه؟ الدنيا بايه؟ بالدين، تمام؟ كذلك طلب، واقبح من طلب الاموال طلب الشهوات. يعني واحد عايز يتجوز واحده ملتزمه يعمل ايه؟ يلتزم يربي ده، تمام كده، ويبقى تمام التمام عشان ايه؟ وبعد هي كده تتغش فيه وتلاقي ما طلعش ملتزم، تمام كده. زي بعض الناس بيحكي عن راجل مؤذن وملتحي وبيصلي بالناس امام وبيسب لها الدين. ازاي طيب دي تيجي مع دي؟ بجد والله بحكي لكم مشاكل واقعيه. ده ملتحي وبيصلي بالناس امام، خدت بالك، ومؤذن ويسب الدين لمراته، نعوذ بالله. كذلك طلب الملك بالدين. طلب الملك مش شرط تبقى رئيس الدولة، لا هو عايز ايه عند عايز اي حاجة يعني. ما الاخوة يشوفوا لنا حاجة كده، ما لقيتوا النواب ببلاش، شوفوا لنا حاجة في مجلس المحلي ولا حاجة في المحافظة ولا حاجة، تمام كده. بس انت يعني ما احنا مش عارفينك، خلاص ماشي اهي، تمام كده، ركب لحية، تمام كده. عشان ايه؟ عشان ياخدوه معاهم، تمام. شوف كده سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى، كان احد الامراء في عهد من قبله له غرض في ان يولى على بعض الامارات. يعني واحد من قبل اماره سيدنا عمر بن عبد العزيز كان نفسه يبقى حاجه، فلما تولى عمر جاله عشان يحقق له الايه اللي في نفسه، تمام. فجاء المسجد ولم يكلم عمر بشيء، وظل طيله الليل والنهار يقرا القران ويصلي. ومين شايفه؟ عمر. فقال نعم هذا الرجل، وليس للكوفة غيره إن كان صادقا. أنت مش هتخيل على عمر دي، ده عمر ده حفيد مين؟ عمر بن الخطاب، تمام كده. فقال ده نعمة ده، وهو ده الأصلح أنه يتولى الكوفة بس لو كان صادق. فكان له بعض خصته فدسه إليه يختبره بذلك، فقال له ما تجعل لي لو كلمت أمير المؤمنين، وانت عارف منزلتي بقى عنده، أن يجعلك على الكوفة. مين اللي بعته؟ قال له روح قول له ايه رايك تديني كام او تعمل لي ايه او تجعل لي ايه لو كلمت عمر، وانت عارف مكانتي، ان هو يخليك فعلا امير للايه؟ للكوفه. فقال لك مني كذا وكذا كده، ايه؟ وقع هو بانت اهو. فذهب الى عمر واخبره الخبر فلم يوله عمر. فلما مات عمر ولاه من بعده. عرفت؟ قال ان عمر مشهور بالعدل، لكن كتير من اللي جم بعد كده كان الدنيا عندهم، خد بالك، يعني امارات واموال ونحو ذلك ومظاهر.
من شواهد إرادات النفس أن تكون نفسه عزيزة جدا عنده وأن يكون معتزا بها، ويريد أن يثبت لنفسه أنه أكمل من كل الآخرين، أقوى وأعلى منهم، فيعمل الطاعات لإرضاء غرور نفسه. يعني إيه موضوع بقى أنه هو نفسه عزيزة؟ اللي أنت عشان ترضيه أكنك بتطلع جبل، تمام كده؟ ودي موجودة بين الأزواج والزوجات كتير، أو بين الأصحاب، بين الأصحاب يعني. لما مثلا يعني معرضين أن حد يغلط في حد، طب لما تغلط فيه بإيه؟ بيجي كده معاك بالساهل، ولا خلاص يقول لك أصل الإزاز لما يتكسر ما إيه كده يعني، ويقعد بقى يضرب لك بقى في أمثلة ويألف لك ويخترع لك عشان عايز يعرفك إن مهما تعمل مش حإيه؟ مش هنبقى زي الأول. ليه يعني؟ أنت مين؟ هو دلوقتي في أفضل من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين؟ بنت مين؟ أبي بكر. زوج مين؟ بقى أخت مين؟ أقعد أعدد بقى. وتكلم الناس في عرضه، ومنهم مسطح، تمام؟ وكان مسطح ممن ينفق عليه الصديق. طبعا معروفة عند الناس أطعم الفم تستحي العين. يعني لو فرضنا يعني فيما بين الناس في واقعنا كده، الموضوع ده حصل بيننا، وده من اللي أنا بصرف عليهم بديهم شهرية. خليه نقول فعلا حصلت والست دي عملت في واقعنا يعني، المفروض آخر واحد يتكلم فيها مين؟ صح؟ ليه؟ ده واقع الناس كده، بغض النظر بقى عن موضوع التدين وبتاع. لكن هنا بقى الكلام ما فيش بينات. ومصطح ده ممن ينفق عليهم أبو بكر، ومصطح ده كمان قريب لأبي بكر. يعني شوف وشوف المنزلة بقى، دي مين دي وبنت مين وزوجة مين، ومع ذلك خاض مصطح في من أو مع من خاض. فأقسم الصديق ألا يصله بنافعة أبدا، وقطع نفقته عنه. فنزلت الآيات تتحنن قلب الصديق، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أيته للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ويعملوا إيه؟ وليعفوا. يعفوا عن واحد يتكلم في عرض بنتي؟ ومش أي بنت، فقيهة الأمة، بنت الصديق، زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآيات عفى أبو بكر وقال والله لا أقطعه، لا أقطعها عنه أبدا. ليه الإيه؟ الصلة، تمام؟ تلاحظ إن الأمر إيه؟ سهل، إنه يعفو ويصفح. سيدنا يوسف إخواته عملوا في إيه؟ مش بعول، ليه بتاعت بعول ده باعني يعني، لا بعوه بجد، صح كده؟ وإيه كمان؟ ورموه في البير، عرضوه للقتل. وإيه كمان؟ عرضوه للفتنة امرأة العزيز، وكانوا سبب في سجنه. عد بقى كل ده. في الآخر لما قالوا له قد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كده على طول. طب وكل كل الألام دي وكل العذابات اللي فاتت دي هتعدي كده بسوء؟ خلاص، لا تثريب عليكم اليوم. التثريب اللي هو الايه؟ حتى اللوم يعني، حتى لو عفى عنهم بس يقول له مش انت اللي قلت لهم، وانت اللي مش عارف، وانتوا كنت شو بقى ربنا عمل فيكم ايه، وانتوا تستاهلوا كده. مفيش حتى اللوم والعتاب، ايه مش هيقولوا، عشان ده نفس كبيرة. الحاجات الحقارة الزبالة دي اللي هي اللي هو الأذى يعني، ما يجيش حاجة زي مثلا كده قصر كبير جدا وكله زهور وورود وياسمين ورايحين وعطور وطيب، وجات بس كده شوية مناديل زبالة كده في جنب، هيعملوا ايه في ريحة القصر؟ ولا حاجة. هي القلوب المليانة إيمان كده، الحزازات أو السب أو الشتم بتاع الناس ده ما يعملش ايه؟ ما يأثرش فيهم، وسهل جدا ان هم يعفوا عنهم ويصفحوا وينسى ويعاملوا اكنه ايه؟ لا اكنه احسن مش اساء. ليه؟ لان هو همه قدري عند ربنا ايه، مكانتي ايه، ايه اللي يجعل ربنا يرضى عني، تمام كده؟ من عفى واصلح فايه؟ فاجره على الله، مش اجره على الناس، اجره على الله. ده انت لو قاعد في قاعده واحد كبير كده من الناس اللي قاعدين قال له الموضوع ده عندي، يفرح أو يصفح. طب ما يبقى عند ربنا بقى أجرك عند مين؟
يبقى سهل تصفح، تمام كده؟ فيعمل الطاعات لإرضاء غرور نفسه، وهذا أمر لو فتش كل إنسان في نفسه لوجد منه ما يحتاج إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه منه دائما. ولذلك فإن الإخلاص عزيز، والمؤمن الصادق لا يدري أقبل الله منه أم لا، ولذلك يخاف على نفسه من حبوط عمله، ويخاف على نفسه من الرياء الذي هو الشرك الخفي. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم إيه؟ الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. صحيح الجامع. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. إيه دبيب النمل؟ النملة وهي ماشية أنت بتسمع الدب بتاعها ليه؟ خفي جدا، صح؟ أهو الشرك أو الرياء موجود عندنا وفي أعمالنا، بس خفي جدا. إذا كنت أنت ما سمعتش صوت دبيب النمل، يبقى هتعمل إيه في موضوع الرياء؟ ده مش زيه، ده إيه؟ أخفى. وده بيخاطب بمين؟ الصحابة. إحنا إيه بقى منزلتنا نحو الصحابة أو في مقارنة بالصحابة؟ يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. والحديث اللي لسه قايلينه قال لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم، هم أول ناس اتخطبوا به، خايف على أبو بكر وعمر وسعد وسعيد وعثمان، خايف عليهم منين؟ من الشرك الخفي اللي هو الرياء. أما إحنا إيه؟ لا، إحنا من سادات المخلصين. هو حد بيفكر في الموضوع ده؟ لا، مش تبعنا. من شوائب إرادات النفس، وبها نختم، إرضاء غرورها واعتقاد العبد أنه أعلى من غيره، فتجده يعقد مقارنة بينه وبين غيره حتى لو كان الناس لا يشعرون، فيقول: أنا أحسن من فلان، عشان عايز يرضي نفسه. لو مرض إبليس: أنا إيه؟ خير منه. مستقر داخله فعلا: أنا خير منه، هي التي تحركه. إبليس مفضوح، ولكن غيره الكثير مستكن فيهم هذا الأمر. إبليس وأمثاله ومن سار على طريقته يقولون ذلك، بل تجده يأمر الناس أن تتكلم بلسانه، بل يسخر من يقول عنه أنه ليس له مثيل حتى يؤله، نعوذ بالله من هذا كله. لذلك لا يتحقق الإخلاص ولا يكتمل حتى يكون الإنسان لا قصد له في عمله وقوله وجهاده إلا وجه الله والدار الآخرة. يريد أن يرى الله عز وجل يوم القيامة، يريد أن يلقى الله وهو عنه راض، يريد ثوابه في الدار الآخرة. أختم بهذا المثل السلفي على أن نبدأ الأسبوع القادم كيفية تحقيق الإخلاص في مراتبه ومدارجه. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، المراتب دي هنعمل بيها نوع من التصفية أو الفلترة. هنبدأ مثلا الدرجة الأولى ونحاسب نفسنا إحنا أخبرنا إيه فيها، هل إحنا نجحنا في دي؟ لو نجحت فيها هتطلع للإيه؟ الدرجة اللي بعديها. عدت منها تطلع تمام، ما عدتش من التانية يبقى تنزل لفين؟ جاهد بقى نفسك عشان تطلع تاني. من أئمة السلف المشهورين بالإخلاص الولي الكبير عمرو بن قيس الملائي رحمه الله، قال رحمه الله: ثلاث من رؤوس التواضع: أن تبدأ بالسلام على من لقيت. في ناس بتستنى لما هو ايه؟ لما مش انا اللي ابداه، يعني هو ايه؟ تمام. وان ترضى بالمجلس الدون من الشرف، يعني جيت لقيت ما في مكان على الارض وفي كراسي، انت المفروض بمكانتك ليك الايه؟ تقعد على الكرسي، بس هم قاعدين الشباب قاعدين على الكراسي وسايبين الاخوه الكبار العواجيز على الارض. تمام. المفروض الشباب يعملوا ايه؟ يقعدوا في الارض، يقعدوا الناس الكبير ما عملوش، يجي هو يقول له: يعني انتوا كده قاعدين كده والناس الكبيره قاعده على الارض؟ تمام. او ممكن هو ينصح تمام ويقعد غيره وهو ما يقعدش. ليه؟ لان انا ما استاهلش، انا ابقى تحت رجلين الناس، ده الناس دي احسن مني. تمام كده. لكن هو بقى التاني ده شايف نفسه ازاي العيال دي تقعد كده يقول لك عيال، واللي شوف ده التزم، وانت دول عايز افهم دول كل واحد طلع له شعرتين كده عمل نفسه شيء ويقعد بقى ايه؟ يا عم ما تخليك متواضع لله سبحانه وتعالى، انت ما ادراك. يقول لك: لا، ليس العبره بمن سبق ولكن العبره بمن صدق. ويقعد بقى ايه؟ ما تشغلش بالك يا عم، خليها ايه؟ يرضى بالمجلس الدون دون الشرف، والا تحب الرياء والسمعه والمدحه في عمل
في عمل الله، يعني تعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. كان عمرو بن قيس إذا بكى حول وجهه إلى الحائط ويقول إن هذا زكام. وكان رحمه الله يقول: حديث أرقق به قلبي وأتبلغ به إلى ربي أحب إلي من 50 قضية من قضايا شريح، اللي هو شريح القاضي يعني. قال عنه العجلي رحمه الله: ثقة من كبار الكوفيين متعبد، كان سفيان يأتيه يسلم عليه. شوف سفيان بقى وخدره، ومع ذلك يأتي هذا الرجل يسلم عليه. قال عبد الرزاق: كان سفيان إذا ذكره قال: حسبك به شيخا. قال الحكم بن بشير بن سلمان: رأيت سفيان يجيء إلى عمرو بن قيس يجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: نظر الثوري إلى حماد بن سلمة فقال: يا أبا سلمة أشبهك بشيخ صالح. هتاخد حاجة حلوة أصلا. أشبهك بشيخ صالح. قال: ومن هو؟ قال: عمرو بن قيس الملائي. قال إسحاق بن خلف: أقام عمرو بن قيس 20 سنة صائما ما يعلم به أهله، يأخذ غداءه ويغدو إلى الحانوت الدكان فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. قال محمد بن زيد الرفاعي: سمعت من لا أحصي كثرة يقول: مات عمرو بن قيس بناحية فارس فاجتمع على جنازته ما لا يحصى، فلما دفن نظروا فلم يجدوا أحدا. يعني الناس دي بقى كانت مين بقى ونزل إزاي ودي ملايكة ولا إيه؟ لم يجدوا أحدا. قال أبو خالد الأحمر: لما مات عمرو بن قيس رأوا الصحراء مملوءة رجالا عليهم ثياب بيض، فلما صلي عليه ودفن لم نرى في الصحراء أحدا. فبلغ ذلك أبا جعفر اللي هو المنصور خليفة العباسي، فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى الفقهاء: ما منعكما أن تذكرا هذا الرجل؟ الخليفة بيقول لهم: أنتم الرجل اللي مكانته كبيرة ده حتى الملائكة نزلت للجنازة، أنا ما عرفوش إزاي، ما قلتوليش عليه ليه؟ ما منعكما أن تذكرا لي هذا الرجل؟ تخيلوا ليه؟ قال: كان يسألنا ألا نذكره لك. يعني هو نفسه مش عايز إيه؟ مش عايز يتعرف، مش عايز يشتهر، بخلاف بعضنا أو بخلاف بعضنا يريد أن يشتهر بل ويسعى لذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.